اولا يعني اوجه الشكر لله عز وجل على هذه الفرصه، فرصه DXN، وان الحمد لله اغتنمناها والحمد لله اشتغلنا فيها، والان الحمد لله وشكر لله. يعني الاعضاء من كل بقاع العالم الحمد لله وشكر لله، يعني الانسان يحمد الله الليل والنهار على هذه النعمه صراحه. والحمد لله الان DXN في انتشار في العالم وفي المغرب، وان شاء الله باذن الله تعالى قريبا قريبا افتتاح DXN طنجة باذن الله تعالى. ناس داخل المغرب ولا خارج المغرب شرفونا ان شاء الله باذن الله.